أولا نرحب بقناة الموصلية الأبية لنقل معاناة المواطن الموصلي في كافة المجالات، واحنا نرحب بكم ونخليكم عروسنا الله شاهد. أنت موظف هنا بالدائرة؟ أنا موظف بالدائرة صار لي 22 سنة خدمة. احكي لنا شنو وضعكم؟ والله الوضع تعبان، أولا الدائرة مهدمة، لا حتى مبردة ما بيها، مي الكهرباء ما بيها. الرواتب مالنا هذا سنتين المذخرات ماكو، لحد الآن ما جاء أي شيء مواعيد ولحد الآن، وناس تعبانة، هو الراتب 400 وسنتين ماكو متراكم مستلمين، وبعدين البيوت هم الدور مالها سكك مهدمة نصها نتيجة إصابات داعش الإرهابية. وحتى المي صارت اثناء سيوله الامطار المياه دخلت للبيوت الناس، ولو تشوفها قد تعبان. انا هاي الدائره المهدمه انتم حاليا تداومون بها؟ احنا نداوم بها بالطابق الارضي وتعبانه الى ابعد الحدود، حتى مبرده ما بها، قلوب ما بها. احنا نناشدكم ونناشد الشرفاء بهذا البلد يرفعون صوتنا للمسؤولين وللوزير النقل. هذه الدائره مالتنا دائره تعبانه، تعبانه لا بها يعني لا مي لا كهرباء لا حاله يعني يرتلها. فيريدون دوام لي ساعة هلقد ثنتين ونص، إيه ما موظف يجي يداوم بهالدائرة يعني ساعة ثنتين ونص، أنا اللي قدامك اللي فاقد عيني بسبب داعش ورجلي تمزق الشرايين برجلي، وهاي الدائرة يعني ما أعرف بلكي تشوف لنا حل على هالدائرة، الدائرة فدمرة تعبانة يراد لها يعني حالة صحية على الماء وكهرب، بيوتنا احنا هنا هم ضررت دمرت بيوتنا. حالة لا يرثى عليها، دخل الدائرة خربانة وتعبانة ويريدوا منا حضور ويغيبونه، يقولون إلا لازم نقول حضور، يعني ما عندنا لا كهرب أكو، لا أكو مبردات، لا بانكات، ويريدون حضور، ولا حتى الرواتب اللي كنا من 3 سنين ما رجعوا ما عطونا بها، عن طالبهم أشقد من بغداد، إي مذخرة، لحد الآن ولا شفنا منهم شيء، وهالشكل عندهم الدائرة كل شيء ما بيه.